السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله، أما بعد. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وحفظا وإيمانا كاملا، رب تمن بالخير والسعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال ولك الشكر ولك الحمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشف دارم حاجاتنا إليك رضا فقضها يا رب العالمين اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائما وأزواجنا صالحة وأولادنا علماء يا رب العالمين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحم علينا يا أرحم الراحمين اللهم عزنا وعز معيشتنا ولا تذلنا يا رب العالمين اللهم لا تخيبنا ولا تعيبنا ولا تفضحنا بين رؤوس الخلائق لا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحينا إذا حييتنا على السنة والجماعة وأمتنا إذا توفيتنا على الإيمان الكامل والشهادة اللهم دفع عنا شرور الحاسدين والماكرين واللائمين والمتهمين والجاسوسين والعدوين والشياطين والظالمين من أي مكان من أي شخص كانت يا رب العالمين اللهم أعزنا وأعز معيشتنا ولا تذلنا يا رب العالمين اللهم لا تخيبنا ولا تعيبنا ولا تفضحنا بين رؤوس الخلائق لا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جفد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انظر إلينا نظرة بعين الرضا والنفع عما مضى والتوفيق لما تحبه وترضاه اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليك مولاها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أنتنا وأنت أحالنا من كيد الشيطان عند سكرات الموت يا رب العالمين اللهم اجعلنا وإياكم من القوم الذين يمشون على الصراط كالبرق يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا واغفر من مات منا لا سيما من الآباء والأمهات والأقرباء والجيران وأهل قرية المؤمنين والمؤمنات يا غافر الذنوب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات طيب ثرانا وثراكم واجعل الجنة مأوانا ومأواكم اللهم اقض حوائجنا وحوائج من تعلقوا بنا ولمن نوصانا بالدعاء يا قاضي الحاجات اللهم انك تعلم ما في ضمائرنا خذ لنا كافيا وافيا بمحض فضلك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون